السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة رشيد. اليوم عندي لكم واحد الفيديو جديد ديال واحد الساك مختلف على السيكال اللي أصلا ديجا قدمت لكم. هذا طويل، يعني طويل في 50 سنتيمتر على 34. ها هو كيف تشوفوا، هادو هما الأطراف الأجزاء الرئيسيين ديالو مع هادو، والقاع ديالو ها هو، ها هو الدوبلور ديالو يعني بيلصق معاه، هاد الجيوبا هاد الدوبلور ديالهم بيلصق معاهم، هاد الجزء الرئيسيين ديجا لصقتهم ليهم ها هما، اختصر عمهم لاصق ليهم هادو، كيبقى لنا هاد السماطي، يعني السماطي هاكا بيكونو إن شاء الله، إذا كيبان ليكم عندكم بحال هاد الشكل هذا. ها هو هادو بيكونو هنا، هادو على شكل ديكور هانتوما كيف تتشوفو، هادو بيكونو هنا بيكون إن شاء الله إذا كيبان ليكم. هذا هو لوجي ديالو، لوجي لاخر من الجهة الأخرى، والديكورات ديالهم هما هادو، والصمتة يعني والباندا الأخرى ديالو هي هادي، هادي جوج من هادو، وجوج من هادو، وجوج من هادو. هاهما باينين، هادو هما التفاصيل ديالهم كيفاش تما هاكا بيكون إن شاء الله. الخيطو هادو جوج جيوبا، هاد الجيب هادا غادي يكون فيه جيب، السوستة ديالو هاهي هاكا، هادا بلا جيب، هادا لتحت ديال الصاك هو هادا كيف العادة، وهادي السوستة ديال دوك الطراف لي فيهم الديكور هادي هي ديالهم، هادو كيلصقو في الجيب. الجيب بهاد الشكل هذا، نعطيكم انا جيب واحد باش تفهمو، واحد القرصة كتكون هنا هاكا، كتنزل واحد 4 سنتيم ولا هنا كتكون السلسلة، صافي ولا كل نفس الطريقة، هادي كتكون في الجهة الأخرى، هادي ديال السمطة الزيادة والنقصان، ديال الزيادة والنقصان، باينة هي وسمطة هي هادي، فيها 1.40 متر هاد السمطة، هادو 4 سنتيم في العرض. وهادو هما التفاصيل، هادو القبولة ديال السلسلة، وهادو هما التفاصيل اللي كاينين في الساك، واللي ما بانت ليه شي حاجة ولا شي سولني باش نعطيه التفاصيل. من بعد غنجي لكم الباترون ديالو ندقق باش تعرفوا الخدمة ديالو كيفاش كيتفصل، باش اللي بيخدم عليه يخدم عليه إن شاء الله. من بعد ما تشوفوا الديكور تشوفوا إلا عجبكم، ديك الساعة غادي نكمل لكم الخدمة ديالو على شكل باترون باش تعرفوا التفاصيل ديالو. نمشيو دابا نخيطو إن شاء الله. هاي دابا غادي نبداو ان شاء الله في الخياطة. كيف تتشوفوا غادي نبدا بهاد الاجزاء اللي تيكونوا في الجناب اليمين واليسار، يعني كل وجه فيه جوج تقريبا، جوج يعني جوج في وجه 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 الاخر فيه جوج، كنخيطهم بهذا الشكل هذا عادي. وهذا الديكور هذا ممكن ياخذ شي واحد باي طريقه، باي تصور ديالو يتخيل شي حاجه ويمكن يخدم عليها، ماشي مشكل. انا الديكور ماشي ضروري يدير اي واحد داكشي اللي كان داير، يمكن يدير فكره اخرى مختلفه. هذوك الاجزاء تنقطعهم وكتحطهم فين ما عجبك على حسب الشكل اللي اختاريتي، وتتلصقهم مزيان صافي باش يجي داكشي هو هذا. هانتوما كيف تتشوفوا دابا مخيط مزيان تقون، قضية الخياطة اللي تيخيط سكاي عادي يدير مفتاحة كبيرة، يعني نمرة 130 140 120 120 الفوق 120 حتى 140، و يدير سنان حرشين كبار، ويدير يعني ضروري هاد المسائل يغيرهم باش تشكو الماكينة اللي تتخيط الثوب تتخيط رطب، ما كتبليش تخيط لك بحال هاد المسائل هادي، ضروري تغير ما بين الصباط والبلاكة والسنان، ثلاثة هاد ثلاثة هما اللي كيتبدلو، ونفتحها هي أربعة، هاد أربعة ضروري تبدلو،
تكون ماكينة عادية يمكن تقلبها تخيط لك مزيان. وشنو بغيت نقول لكم اخر، يعني هذه ماكينة دوبل، يعني نفتحها كتزيد لقدام وترجع للور، يعني تتمشي وتجي، ماشي بحال هذيك فيكس. هذيك لا، بيكوز عادية كتضرب هي فيكس، تضرب في نفس البلاصة. هادي عندها لافونتاج ديالها على العادية، يعني كتخدم مزيان وكت بحال هاد المسائل هادو ما تتوحدش فيهم وكتخدمهم عادي. والسكاي كاين اللي دابا اللي دار اللي دار البلاكا مع اللي دار البلاكا ودار سنان وبدل كاع هاد المسائل الأربعة اللي كنهضرو عليهم، يعني كيعاون بالزيت ولا تيديرو، كاين اللي تيدير فازلين، كاين اللي تيدير بزاف الحوايج، شي حاجة كتزلق باش الصباط يبدا غادي فوق السكاي باش ما يدفعوش اللي قدام. يعني هاد المسائل هادو الا كانت عندك ماكينة دوبل كتفادى المشاكل كاملة. كيف تشوفوها تنخيط الباندات تنحطهم على داك الزواقة من الجنب ديالها. ايوا كنمشيو دابا للجياب كنخيطو هاد السوستة ديالها على هاد الشكل عادي. باقي غادي ندير لكم جياب مختلفين على هادو، هادو جيب دابا جياب غير عادي بلا، يعني انسان مبتدئ، يعني شي واحد الا بدا راه تيخدم بهذه الطريقه هذه عاديه، من بعد ما كيولد تيفهم ويخيط مزيان وكيتقن ديك الساعه تيبدا يهندس الاشكال اللي هي صعيبه وكيطور راسو براسو. والافكار ديال الجياب ودوك الحوايج اللي هي صعيبه راه التقنيات ديالها دابا نوريهم لكم، يعني من بعد، يعني بحاجه بحاجه. حنا دابا تنبداو بالبسيط وتنبداو ندخلو للحاجه اللي هي معقده شويه وفيها يعني افكار اخرى مختلفه على هاد الافكار البسيطه. الانسان بنادم تيبغي غير يتصنت ويحل عقله شويه راه كلشي باين. هاد السلسله دابا اللي كنخيطها الخيطه عاديه، يعني حط السلسله شوستا ديما حطها فوق السكاي باش تجيك ساهله، ما كيديرش هادوك البليات وداكشي. إلا درتي سوستا فوق سميتو تتجي ساهلة، ماشي بحالا تتخيط فوق السكاي، السكاي غيبدا يدفع ليك القدام وغادي يقدر تكون مكرشة. يعني دابا هاكا تتكون بلام قادة، الجيب تيطلع ناضي. هانتوما كيف تتشوفو هاكا كدير ليه القفل ديالو عادي، يمكن تخلي القفل يمكن تحيدو حتى الاخر ماشي مشكل. تمشيو دابا من هكا للسخودو تمشيو للكوردون تاع السخو عادي بحال هاد الشكل هذا، هانتوما كيف تتشوفو. صاير ضاير كيف العادة، خدمة راهي كتعاود، تبقى الافكار غير تختلفو من ناحية الشكل، ساك تختلف على الاخر من ناحيه الشكل ديالو، من ناحيه الطول العرض الاجزاء ديالو، شحال من جزء يمكن يكونوا خمسة يمكن يكونوا بحال دابا هذا شحال فيه جوج لوجاه ولتحت وجوج في الجنابيه خمسة، كان اللي يقدروا يكونوا فيه ستة، كان اللي يكونوا فيه سبعة، كان اللي يكونوا فيه غير كان اللي فيه غير جوج والسفلي وسميتو السوستة ديالو اربعة هي اقل ما يمكن، ولا ثلاثة أقل ما يمكن هي ثلاثة، ثلاثة يعني كيفاش، يعني ممكن يكون جوج لوجاه والسوستة ديالهم يعني طرف واحد، يمكن تفتحهم اللوز تكون السلسلة هادو هما اللي فيهم ثلاثة. كي تنديرو هدا القاع ديال الساك، هو قاع راه عرض من الساك، يعني داير على الساك من تحت. هانتوما تنديرو الكوردون من كلا الطرفين من اليمين واليسار عادي. هادوك الاجزاء الاول اللي فيهم الديكور تيتخيطو على الكوردون، يعني كنخيطهم على هاد الكوردون هذا، واحد من اليمين واحد من اليسار، وكيتلاقاو بالسلسله من الفوق وتديلهم الجناب. يعني هانتوما كيف تشوفوها واحد الجزء هو كامل، يعني هنا كندير السوستة اللي بغيت نلاقي بها الطرف، هاد الوجهين اللي فيهم البوانيات يعني كيتلاقاو بالسوستة ديالهم، وتيتلاقاو بداك التحت اللي خيط دابا درت ليه الكوردون من الجناب من التحت
تيبقى لنا الجناب هما هادوك الجياب. راه حتى شي حاجه ما صعيبه، راه هاد السيكان ولا اي فكره طاحت لك على البال راه ماشي انسان، راه غتبان ليه في الاول صعيبه وداكشي، ولكن الانسان اللي كيتحكم على الحاجه وتيبقى تابعها وداكشي راه غادي يوصل، غادي يوصل. انا في الصناعه ديالي انا مثلا كانت بزاف الحوايج، دابا راه الاصل ديال الصناعه ديالي هي الجلد، كنت ندير الجلد، ولكن هادشي تفرعت ليه مره مره، تندخل لحاجه مره مره كندخل لحاجه، تجمعت بزاف المعلومات وافكار والبحث ولا تكنيك وشحال من حاجه، وبقيت هكاك هكاك حتى وليت تنصاوب بزاف الحوايج بحال هكا عادي. ولا بحال اي واحد، راه انسان غير الرغبه تختار فيه الرغبه والحماس ديالو من كل واحد لواحد. هنا كنخيطو السوستة عادي، تنخيطوها من جوج خياطات كيف العادة، ديما وحدة من تحت وحدة من الفوق. إذا كانت وحدة من الفوق وحدة من تحت تيكون ديكوري، وإذا كانت غير وحدة راه تيبقى ديك الحافة ديال الحرف تتكون مانفينياش، يعني ما تتكونش مزيانة. دابا هنا كنخيطو السوستة جوج على الآخر، الجهة الأخرى صافي، كتزوج تيهم من الجناب هكا، يعني الحرف على الحرف، باش تم غادي مقاد، باش الى كملتي يبانو لك بانهم مساويين، غاديين مستقيمين، زعما مقادين، عندهم نفس العبار، نفس القياس، نفس الشكل، ما يكونش واحد مديفورمي على الاخر، هرب عليه اللي من اليسار. دابا هكا هما لاصقين، دابا تجي من الجهة الاخرى كتخيط بنفس الطريقة عادي. هذا باترون ديالو غادي نديرو لكم واحد، نصيفطو لكم باش اي واحد يبان ليها. هو دابا الخدمة ديالو هي باينة، ولكن هاد العبارات ديال هاد الباندات نسيت ما قلت لكم، هاد الباندات راه كتير تقريبا يعني ما بين سوستة و ديك البوانية راه كاين 9 سنتي، ما بين سوستة والبوانية 9 سنتي، وبيناتهم تتكون ديك 20 ولا 19 18 على حسب الطول ديال الساك. كل ما الساك عريض يعني هذا فيه 50، كل ما كانت مثلا 60 و70 وداك، وتتولي بوانيت كيعرضوا بعضياتهم تيتبعدوا بعضياتهم. ولا تي صغار تاني 44 وعندك 9 مثلا 44 و40 داكشي تتضايقهم شويه، وهي بالشده راه كتبان، هي تشدي البوانيت بيديك ويبان لك تقريبا فين غادي يجي. دابا هنا كنخيطوا داك القاع ديال الساك، القاع ديالو يعني دوك داك الطرف اللي درنا ليه جوج الباندات، ها هو اللي كتشوفوا هو هذا اللي فيه دوك الكوردون اللي من اليسار، كنضربوا الجهه الاخرى عادي هكا. هاد الاجزاء هما اللي كيتحطوا على داك الكوردون، هاد الكبار اللي فيهم السوسته هما اللي كيتحطوا على اللي فيه الكوردون، وكتم غادي، ولكن شد العبارة مزيان باش يبقى الريوس متساويين بعضياتهم، ما يتفاوت لكش العبار، داكشي بالشده يعني تشد ودفع، باش علاش باش ما تخلي الصباط يدفع عليك الا كانت ماكينه عاديه ولا شي حاجه، راه الصباط اصلا كيحاول يدفع لقدام، ولكن داكشي تتحاول انت تعاكسه. دابا هنا كنجيو تنديرو بلاصه الخرصات، خرصات مستطيله على حساب السمطه الكبيره اللي فيها متر و 40، السمطه تكون فيها متر و 40، متر و 40، متر و 35، 34 هذا هو القياس ديالها، وفيها الزيادة والنقصان لأنها كتزيد وتنقص. هنا كدير جوج خرص مستقيمية مستطيلة
العرض ديالها راه عرض الباندا، يعني 4 سنتيم. هانتوما كيف تشوفوا، تجي كتلصق وحدة هنا وحدة هنا. هاد الجيبة بلا عادي، يعني مرة أخرى عندي لكم جيب من فوق من الجناب باش تفهموا التاو كيفاش يتمشى. راه الجيوب بحال بحال الأفكار، تيبقى غير هي الفرق اللي بيناتو واحد شوي. غير الجيب اللي تيكون من الجناب من فوق راه بحالو بحال شكل شنطة مدرسية، يعني نفس الطريقة نفس الطريقة باش كتدخل. فهمت، تيكون فيه واحد شوية الخدمة إلا كان الجيب مايل مثلا، ولا فيه شي هندسة معينة، يعني مخدوم بواحد الهندسة معينة، هاديك الساعة تولي خدمة أخرى أو تقنيات أخرى. إلا كان مخدوم غير بهاد الشكل بلا، ولا يعني بحال شكل شنطة عادية من الجناب، راه تيكون ساهل. الا تتصاوب شنطه مدرسيه راه بحال كتصاوب الجياب ديال الساك من الجناب، دوك اللي تيكونوا من فوقي. ملي تطبق واحد التطبيق راه كتستعملو على بزاف الحوايج. راه هذا دابا الجناب، انت كي تشوفو طانك بدو لوست ديال الساك، لوست مع لوست، لتحت ديال القاعد الساك مع لتحت ديال هذاك الجناب ديال الجناب اللي هما جي اللي فيه الجيب، وكتق في اللوست وكتبدا تخيط. هاني ما كيف تشوف، هذه هي الطريقة باش كتجمع الصاك. يمكن تبدا من تما، يمكن الا بديتي من التحت كتخلي التحت متساوي وتجيب السوسته في اللوست ديالو من الفوق، يعني اللوست هذاك الجزء اللي هو في الجناب اللي فيه داك جي بلا، هذاك تضرب اللوست مع ديال التحت مع اللوست ديال الفوق وكتساويهم، وكتم غادي الخياطة وتجيب داكشي عبار. راه الساك فيه يعني كان بين نوريكم بزاف الحوايج بالدقة، ولكن الفيديو إلا كانت فيه ساعة راه ما عرفت كل واحد وكيفاش، يمكن يكون طويل عليكم ولا ما، راه نقدر نضربو ساعة ساعة وربع وتفهمو مزيان. دابا كيف تشوفوا الصاك، ها هو دابا راه صافي جمعتو، ها هو دابا غادي نقلبو ان شاء الله. دابا راه كمل الخدمة ديالو هي ناضية، الصاك راه كتعتمد على تقريبا شنو هما الحوايج المهمة فيه، هو ضبط العبارات والقياسات، وبالاخص هاد الدورة ديال الساك، يعني باش تعبر الدورة راه ساهلة ماشي صعيبة ولا شي حاجة. يعني كدير هادوك الطرف وكدورهم على الطرف اللي هو دائري ولا شبه دائري ولا مربع ولا اي شكل، تتبقى قابضية على الحرف الحرف وتتم غادي حتى تيبان ليك. هانتوما كيف شتو الساك دابا تبارك الله، وانا ناضي راه شتو بيديه، راه صافي تبارك الله، يعني فيه الديكور سميتو القياس ديالو هو هداك، يعني تيهز مزيان. دابا كتشوفو غادي بقات فيه الباندا ديالو غادي نلصق، هاهي غادي نخيطها دابا، لأن هي لا خليتيها هاكا ماشي مشكل، يعني هو المهم فيها هو تلصق ليها هاد الخراص ديالها في هاد الجناب. هادوك هما المهمين اللي صعاب يتخيطو، ما غاديش يتخيطو دابا الا كان الساك مجموع، هما كيلصقو في الاول في الوجه. اللي صعيبة عليه شي حاجة يخليها ليا في التعليق باش نجاوبو ونعطيه التفاصيل ديالو.
ولي شي حاجة يعني ما بانت ليش، إلا بانت لك شي حاجة يعني من ناحية الشرح من ناحية المعلومات يقولها ليا باش نعاود نغير شوية إلا كاين شي ما يتغير. وهادشي اللي كاين، وما تنساوش تشاركوا في القناة إن شاء الله باش يوصلكم الجديد، لأن راه المساعدة ديالكم وباش ما تشجعتوني باش ما كنزيد تاني نزيد قدام ونوريكم حوايج اخرى اللي صعيبه واللي يعني غادي توقفوا عليها، بالاخص المبتدئين وداكشي، وما الناس اللي هما محرفين راه هادشي كيفهموا هما عادي. هادشي اللي كيخص في هاد الساك هذا هو شتو التقنيه ديالو، شتو كلشي. ايوا اللي طبقها غادي يصدق، غادي يطلع لي ان شاء الله بحال هذا. ايوا هادشي اللي كاين، وبشويه بشويه راه كلشي غادي يوصل ان شاء الله. وتبارك الله عليكم، ونشوفكم في فيديو جاي بحوله وقوته. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.